رح نتابع حلقة مع الشيف خميس قوادر ونحضر نوع من الحلويات، ورح يكون معنا هلأ واحدة من أحسن المنتجات اللي احنا دايماً بنوصفها لجميع الأشخاص اللي عم بيتبعوا حميات غذائية، أو إنه الأشخاص اللي عم بيعانوا من مرض سكري وبيحتاجوا يضيفوا لمشروباتهم أو أنواع الحلويات اللي بيستعملوها، أنواع من المحليات اللي لا ما بتحتوي على السعرات الحرارية، ورح نستعمله طبعاً من التروبيكانا سليم. تونة ريو ماري من أحسن أنواع التونة طبعاً، اللي في منها بيكون بالمي وفي بزيت الزيتون، ما فيها أي مواد حافظة، وهي عبارة عن لحم تونة فيليه خالص.